السلام عليكم اخوتي ومرحبا بكم معايا في القصة ديال اليوم. اليوم غنحكي لكم قصة اللي هي للعبرة. انا واحد البنت اللي يتيمة ديال الام. كان عندي الاب ولكن للاسف قتل الام ديالي في واحد السن اللي هو صغير. شغنقول لكم اخوتي، تزوج الاب ديالي بعد الوفاة ديال الام، وكنعرفو اي مرأة كتموت الا والزوج يعني كيفكر انه يتزوج امرأة واحدة اخرى. كيكون عنده واحد الامل وكيقول باني غنجيب واحد المرأة اللي تربي لي هاد البنيتات او هاد الوليدات. انا ما كنتش بوحديتي، كان عندي خوتي بنات وكان عندي ولد. هذا العموم خوتي كاملين تزوجوا، وبقيت غير انا مع مرأة صبا اللي عملت وليدات. غير هي الفرق بيني وبينهم هما قراو وعاشوا واحد الحياة اللي هي يعني كلها رفاهية، وأنا للأسف كانت الحياة ديالي فقط أني نعمل الشغل ونرعى الماشية، يعني كنسرح يعني كنرعى البقار والكسيبة. دازت الأيام وأنا حياتي كاملة على هاد المنوال هذا. توصل واحد النهار جيت المنخلة ولقيت واحد الراجل جاي يخطف فيا، جالس في الدار وكيسايلني. على العموم هاد السيد خدام والحمد لله، يعني كان على قد الحال، ماشي شي واحد عنده فلوس بزاف، ماشي شي واحد فقير، ولكن الطبع كيقولوا طاعون. ديك الزوجة ديال الاب ملي شافته قالت هاد الراجل على براخ في الامارات وما الى ذلك، كيفاش غنزوجو انا هذه اللي كتسرح وانا عندي بنتي في السن ديال الزواج؟ اذا نزوج بنتي حسن ما نزوج هذه. على العموم اخوتي قلبت الوجهة ديال الراجل وزوجاتو بنتها، وكان عارفو شحال هادي كانوا الرجال كيجيو يخطبو فقط، يعني كيسولو الناس في الزنقة او لا كيكونوا مسردين. جا خطبني، عفوا خطب الاخت ديالي وزوج بيها، وبقيت انا ديك البنت اللي كان سراح الماشية. دازت الايام ولكن انا ما نسيتهاش، بقى فيا الحال بزاف وبقات لي غصة في قلبي. على العموم اخوتي بحكم اني كنت واجد في البادية، جا واحد السيد كان شي فورت تما، قلت هذا هو المفر ديالي، غنتعرف عليه ونعمل معاه علاقة. ولكن للأسف ماشي اي علاقة كتنتهي بزواج، كاينين علاقات اللي كينتهيو يعني بنهايات مأساوية. تعرفت عليه بقيت كنخرج من الدار وكنتلاقاه. واحد المرة كيسوق والدي الخبار خرجوني من الدار، ملي جراو عليا بقيت في الزنقة. كان باس في الديور اللي كانوا خاويين، وكنعرفو البوادي كيكونوا غير بالباب على قد الحال. كنت كندخل وكان باس، ولكن ما كان باش شي وحديتي، كنا كان باسو انا وياه. مشات مدة طويلة وعائلتي ناسيني، ما كيسولو شي فيا مع العلم اني كنت واجد معاهم في نفس المكان وكيعرفو خباري. بقيت مدة سن واحد المرة كنكتشف اني فاهمه. الخطوة اللي عملتها اني يعني هدرت مع الاخوان ديالي والاب ديالي، فكروا وقروا. شوف سبحان الله، لاحوني من اللي كنت مازال محافظة على شرفي، ولكن بعد المدة ما عرفوا اني حاملة وبغاو يوقفوا معايا. قالوا لي شوف تلقاه نعمل معاه الوقت وحنا عنجي ونشدوكم. هذه خطة كانوا كيعملوها شحال هذه، كانوا كيشدوا بها الرجال. مهم تلقيتو في الليل، جاو خوتي وجبا وشدوه. واحد الموقف صراحة لا يحسد عليه، حتى واحد ما يبغي يعني يطيح في الموقف هذاك. شدوه، ملي شدوه خوتي جابوه للدار، كتسفوه وبتنا في الدار، دار ديال والديا حسن الصباح. وجاو الدارك وجاو العائلة ديالو، بحكم اني يعني موجودة في العالم القروي كيكون الدارك يعني جا دارمية. جاو وداوه، خرجنا اليد في اليد بحال عرسان فرحانه براسي ما عرفاش اشنو كيسناني. انا العموم اخوتي اداوني دونا طبيعه الحال غنتعرضوا على المحكمه، هو رفض يتزوج بيا مع العلم اني حامله واللي في كرشي راه ولدو. رفض يتزوج بيا، دوز واحد المده في الحبس لا حنين لا رحيم. ثم كنعرفوا الحبس حتى واحد ما يبغي يعيش فيه، ولكن للأسف الظروف حكمت عليا. كون كان سمي ما يوقع لي شي هادشي، وعلى العموم كون وقفت معايا
كوكانات امي ما انجبدهاش على الطريق هذه، كوكانات امي ما تخرجنيش من الدار وتجري عليا. دوس الحبس هو خرج، وهو طبيعة الحال كان عنده معارف، خرج في حاله يعني في نهاره وما لحقت عليه حتى شي حاجة، فقط ديك الوليدات اللي بقاو في كرشي. دوس الحبس وخرج واحد العالم اللي ما كيرحمش، ولكن الانسان ما كيعودش نفس الخطأ. بقيت كنبيع وكنشري وربي كبير، كل نهار هو نهار، ولدت تويمت جوج ولاد الحمد لله ولله الحمد، فكرت نربيهم وما نتخلاش عليهم. كنت كنخدم النهار وكنروح في العشية. صباح النهار كيتلقاني شي واحد، حتى هو شيفور، انا عندي غير مع الشبافر. ايوا المهم حتى هو شيفور، تعرفت عليه وبغى يتزوج ليا، قال لي هاد الولاد هادو راهم محسوبين بحال ولادي. صراحة تزوجنا وبدينا حياتنا، ربى ديك الوليدات بكل حب وتفاني، ما فرقش بينهم وبين ولاده. على العموم انا ما سمحتش بخدماتي، بقى لي حدي الان كنخدم وكنبيع وكنمشي من سوق لسوق، كنعاون راجلي وكنعاون نفسي وكنعاون وليداتي. وليداتي اليوم كبروا وحتى هما رجعوا شيفور، عرفتهم بحياة اخوتي ما كترحمش، حتى دوك الكوت راه ما كيبقاوش للاسف. يعني الانسان كيعيش واحد الحياه ديالو، او ملي كيخلق كيكون عنده واحد الامل يعني في الداخل ديالو. ملي كتكون صغار شنو كتقول؟ كيبان لك اما مهندس اما طبيب اما وزير، ولكن الانسان مع مرور الوقت كيكتشف بزاف ديال الحوايج، عفوا كيشوف حيوانات مفترسه في الشوارع، كيشوف العالم على انه غابه، القوي ياكل الضعيف. قصتي اليوم حكيت لكم وبغيت نقول لكم بان الانسان اذا بنى حياته على الخطا ما يكملش في الخطا، بالعكس ربي رحيم. يعني نهار اللي فكرت نتوب ونشد الطريق ديال الله، مع ان الطريق الاولى ما كانتش طريقي غير الظروف اللي فرضتها عليا، بغيت ننتقم ولكن انتقمت من نفسي، بقات في قلبي حرقه وبغيت نرجع الطاقه ولكن جات فيا. قلت غنتعرف على هذا السيد غيخرجني من الظروف اللي كنعيش فيها، لان كان هو المفتاح ديال الخير بالنسبه لي، كان هو الفارس، كنت كنشوف فيه بانه هو اللي غيخرجني من ديك السلطه اللي مارسها عليا زوجة ديال الاب ديالي. ولكن للاسف هو خاني، خاني ودفعت الثمن غالي، ولكن الحمد لله ربي كبير جازاني، والحمد لله اللي عطاني واحد ولد الناس اللي قدرني، واحد ولد الناس اللي قبل عليا وساعدني وعاونني، واحد ولد الناس اللي خلاني كنفتخر اني انسانه واني امراه. الحمد لله ربي كبير، ودائما الامل في الله، والانسان ما يفقدش الامل، بالعكس يناضل من اجل تحقيق الذات ديالو. هذه الحكايه اختي للعبره، ودائما الحياه كلها عبر وكلها مآسي. ما نثقوش في اللي تلقانا في الزنقه، وقدر بعض المرات تكون القساوه ديال الوالدين رحمه لينا وكيبغيو يحميونا من الحيوانات المفترسه اللي خارج المنزل. في النهايه ما كنلقاو غير العائله وما كنلقاو غير والدينا. الحمد لله ولله الحمد، وليداتي كبروا وحاليا ولاو رجال وكيخدموا على راسهم وكيعاونوني، وكنتمنى ربي ما يطيحهمش في نفس المشكل اللي طحت فيه، بل بالعكس بغيت وليداتي يكونوا رجال نفتخر بهم امام الناس. الحمد لله ولله الحمد، الانسان او ربي عوضني محسن، عوضني براجل كيبغيني وكيخاف عليا وكيسهر على راحتي. على العموم اخوتي هذه هي القصه ديال اليوم، والقصة ديال اليوم كانت للعبرة. الإنسان ما يثقش في من ما كان، وما يعطيش وقت أي حد يعني تلقاه في الزنقة، وماشي أي واحد يقول لك كان بغيك راه كيبغيك، وماشي أي واحد يقول لك كنزوج بك راه عايز يتزوج بك، بالعكس دائما الولد كيستغل يعني نقطة ضعف ديال الشخص الآخر. حتى الأسد ملي كيبغي الفريسة ديالو أولا كيبغي يصطاد شي غزال كيتربص له، كيعمل واحد المراقبة الأولية، ومن بعد عاد كي يفترسو خاص يعني الفريسة، كيسين الفريسة حتى كذبا ويتأكد بأن يعني الخطوة اللي عيامله راه ما عاد فشل شي، وبأنه يحصل على الفريسة ديالو.
هذا هو الهدف أخوتي في الحياة. شحال من مرة حنا كنكونو ماشيين في أمان الله وحده ما كنحسوش، حتى كنلقاو يعني الدقة جاتنا إما من قريب أو لا من بعيد. على العموم الله يحفظنا ويحفظ وليداتنا ويحفظ وليدات الأمة الإسلامية عامة، ودائما كنتمناو الخير، واللي خرج من الدنيا عفوا ما خرج مع عقايبها. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف على القلوب ديالكم اخوتي، وما تنساوناش مدام وتشجيع فضلا منكم، وليس امرا. الى اللقاء.